من خلال البرنامج الانتخابي ديال الحزب ديالنا ومن خلال البرنامج ديال الجمعية المدينة كما اشرت الدكتورة لميان، الاحتكاك ديالنا مع المواطنين والتواصل معنا ديالنا مع المواطنين كان الإلحاح الشديد على الجانب ديال الصحة باش يتعالج ويتقدم ويتطور. هادشي اللي خلى البرنامج الحكومي الأغلبية ديالو يعطيو يعني اهتمام كبير لهاد النقطة هادي، واللي عضو به كعضو في لجنة القطاعات الاجتماعية وكمقرر ديال لجنة القطاعات الاجتماعية يعني منذ بداية الولاية الشرعية، يعني كان واحد العمل كبير وكان عمل مظلم بتعليمات من السيد رئيس الحكومة ومن الفريق ديالنا، وكنا كنشتغلوا أسبوعيا، وخير دليل أنه غير في هذه العطلة اللي كانت يعني حنا كنجمع مع بعضنا يعني استرحنا يعني اشتغلنا وبدا العمل كبير، وكنوا على يقين انه ان شاء الله ملي غادي تخرج هذه المشاريع القوانين الموجوده وكذلك تخرج النصوص التنظيميه ديال هذه المشاريع القوانين ويتم الانزال ديالها، انه في المستقبل القريب ان هذه المنظومه ربما غادي يكون احسن من بعض الدول اللي اليوم كنشوفوها حنا كاحسن منا، ولكن غادي يكون احسن منهم اللي في اوروبا وفي الخليج. اليوم كان امسيه رائعه ولقاء مهم جدا في خلال برنامج رمضانية الاحرار، هذه مجموعه من الشروحات خصوصا الجانب التشريعي ومجموعه من المشاريع القوانين اللي تم المناقشه ديالها والدراسه ديالها وكذلك التصويت ديالها على مستوى لجنه القطاعات الاجتماعيه بمجلس النواب، وعطينا توضيحات وشرحنا جميع هذه المشاريع القوانين اللي كتجي مطابقه ومصاحبه للقانون الاطار 0622 المتعلق بالمنظومه الصحيه، واللي كيعتبر ورش كبير وورش مهم جدا اللي كيأكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعني منذ سنوات، وذلك من أجل إصلاح المنظومة الصحية عبر الوطن ديالنا الحبيب، وكذلك تنزيلا برنامج يعني اللي وضعه الحزب ديالنا حزب التجمع الوطني الأحرار وكذلك مع الأغلبية الحكومية، والعمل الجبار اللي كيدار سواء على المستوى التشريعي لإنزال هذه المشاريع كلها الأرض الوجود، وفي انتظار إن شاء الله التصويت عليها في الأيام القليلة المقبلة، وكذلك في انتظار يعني خروج يعني النصوص التنظيمية لهذه المشاريع هذه، إن شاء الله غادي تعطي واحد النفس اللي هو إيجابي في المجال الصحي سواء على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الجهوي لجهة سوس مصر. النقاش بطبيعة الحال مهم جدا لأن كان فيه عرض لما هو موجود حاليا بالجهة، وكذلك آفاق الصحة في كل المستجدات وكل المشاريع الجديدة التي ستنمي بطبيعة القطاع الصحي لا بالجهة ديالنا ولا بمدينتنا أكادير، وكذلك مناقشة القوانين التنظيمية لإنزال المنظومة الصحية بتفصيل، وكان لنا شرف بطبيعة الحال الاستماع إلى التقرير النهائي اللي خلصت له اللجنة، وكان النقاش عند الحضور تساؤلات واقتراحات كذلك واللي هي مهمة اللي كتهم تنزيل هذا الورشات كلها، لا فيما يتعلق بتنزيل مسائل ديال التعميم التغطية الاجتماعية ديال الصحة، ولا كذلك فيما يتعلق بمنظومة الصحة، والحمد لله كانت توصيات مهمة من بينها بطبيعة الحال استعمال اللغة الأمازيغية بطبيعة الحال لتعميم وتحسيس وتقريب الصحة للمواطن. في هذا الإطار كانوا مداخلات كثيرة
السيدة تفضلت السيدة المديرة الجهوية للقطاع الصحي بجهة سوسمسة بعرض قيم. أيضا حضر معنا السيد النائب البرلماني السيد زيتوني كمقرر للجنة الاجتماعية بقبة البرلمان. أيضا السيد الكارطة اللي هو إطار في المديرية الجهوية لوزارة الصحة بأكادير. يعني كل واحد عطى العرض ديالو وتكلم على تدبير الصحة في الجهة. أنا كطبيبة أخصائية بجراحة الأسنان أيضا تدخلت باش نتكلم على الإكراهات ديال طبيب الأسنان بصفة عامة وبصفة خاصة في الجهة. استفدنا من المداخلات ديال الأخوات والإخوان من ناحية الأسئلة ديالهم في الصحة، لأن كنعرفوا بأنه هذا المشكل ديال الصحة هو مشكل شائك، والحمد لله للحكومة هي راه دايرة الصحة في الأولويات ديال البرنامج الحكومي. خرجنا أيضا بتوصيات اللي كان في المقرر ديال اللقاء، تكلمنا على شنو هما الاولويات اللي غادي ان شاء الله غادي تشتغل عليهم الصحه، لانه ما نساوش بانه راه جينا من دابا لقدام المستشفى الجامعي اللي الجهات سوسمسة كتفتقدوا هذه شحال، واخا عندنا كليه الطب وهو راه غادي يعاوننا بزاف، لانه غتكون عنده واحد 1000 سرير جانب المستشفى الجهوي الحسن الثاني، غادي يوفر واحد العلاجات وواحد الاختصاصات اللي هي ما متوفراش. اذا كيبقى دائما هذا ورش الصحه هو ورش يعني فيه ما يتقال، وكنتمنوا ان شاء الله انه الجهه ترافع على المشاكل ديال المواطنين الصحيين.